مشاهدينا الكرام في كل مكان، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج حياتي مع طارق السعود. قبل ما ابتدي في موضوع الحلقه النهارده، عندنا موضوع مهم جدا، موضوع عن التاثير النفسي للامراض وازاي ممكن نتغلب على الامراض بالتعزيز الحاله النفسيه والعصبيه اللي عندنا. وعندنا كمان فقره الابراج هتكون ان شاء الله في النص الثاني من البرنامج، هنرد فيها على كل اسئلتكم واستفساراتكم بخصوص مواليد أبراجكم. لكن أحب أنوه على صفحة البرنامج اللي هي على الفيسبوك حياتي مع طارق السعود، بإمكانكم عمل لايك على الصفحة وشير مع كل صحابكم عشان يدخلوا على الصفحة، وأنا بنفسي هرد على كل أسئلتكم. وأنا برد على أسئلة الصراحة، بتجيني أسئلة كتير ومرسي قوي للتواصل الجميل من المشاهدين ومن الناس مع الصفحة، وأنا برد نفسي على أسئلة مباشرة على الصفحة. النهاردة الجو جميل وابتدى الربيع، يعني تقريبا بعد نهاية فصل الشتاء كان بارد جدا. طبعا مع بداية فصل الربيع واعتدال درجات الحرارة بتظهر الأمراض اللي هي النزلات البرد والإنفلونزا، عافاكم الله وشفاكم إن شاء الله. أكيد الأمراض دي ممكن تتغلب علينا لأنه تكون حالتنا النفسية والعصبية تعبانة أو تحت ضغوط نفسية، ونشوف ناس كتير قوي ممكن يتغلبوا على الأمراض دي لما تكون حالتهم النفسية متفائلة جدا وقوية جدا. وكمان كتير من الفيروسات انتشرت مؤخرا وظهرت على الساحة، ومنها طبعا بالتأكيد فيروس اللي هو كورونا. الفيروس ده خطير جدا، وفي كانت مضاعفات كتيرة قوي على الناس اللي بيحصل عندها الفيروس ده، لكن برضو في ناس بتتعافى من المرض ده، وفي ناس برضو بيتطور عندها وبيحصل عندها مضاعفات. أكيد عندي النهاردة ضيفة مميزة جدا هتكون معايا على التليفون مباشرة، هي الدكتورة فاتن شاهين، وهي لايف كوتش وأخصائية في المناهج الدراسية للطلبة. صباح الخير دكتورة فاتن. أهلا، صباح الخير يا فندم. زي حضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. النهاردة احنا عندنا موضوع عن التأثير النفسي في عملية التشافي من الأمراض. يعني بداية خليني بس أسألك سؤال، هل فعلا في تأثير نفسي على عملية التشافي من الأمراض، وإزاي بيكون ده؟ أنا طبعاً برحب بيكم ويسعدني إن أنا أكون معاكم. ورداً على سؤال حضرتك، طبعاً، ودي على فكرة دراسات علمية ونفسية حصلت كتير في العصر ده في الفترة الأخيرة. تمام. وأثبتت التجارب العلمية إنه تأثير الحالة النفسية على التشافي من الأمراض يعني بنسبة كبيرة جداً، يمكن ممكن تصل في بعض الأحيان ل 70 و75% من الشفاء من المرض، ومنها أمراض يعني مستعصية، مثلا منها أمراض السرطان ونقص المناعة، ويعني أمراض كتير. لا، بتفرق كتير قوي الحالة النفسية والمزاجية في الشفاء. تمام. طيب احنا انتشر مؤخرا فيروس الكورونا في الصين وابتدى ينتشر في العالم وسبب موجة من الهلع والزعر ما بين الناس. في ناس بتخف من الفيروس ده وفي ناس بيحصل عندها مضاعفات، ازاي ممكن نفسر حالة التأثير النفسي والعصبي على عملية التشافي في الفيروس ده؟ ممكن انا هقول لحضرتك على حاجة، هي مش بس الكورونا ومش بس اي فيروس، هو عموما على فكرة ممكن حالة انفلونزا بسيطة جدا، حالة برد عادية، حالة اصابة باي مرض بسيط، يعني ما يستدعيش مثلا، او الواحد ما يبقاش متخيل ان تداعيات المرض ممكن تتسبب في لا سمح الله في الوفاة او تدهور الحالة. يعني خلينا نتكلم بشكل عام انه مقاومة المرض هي مبدئيا مقاومة نفسية ومناعية. لما نفسية الإنسان بتبقى كويسة دي بتخلي مناعته تشتد وترتفع، فبالتالي تقدر يعني تحارب أو تقاوم أي مرض سواء نفسي أو عضوي. ومحاربة الأمراض يعني إنه المناعة تبقى كويسة، وإنه المعنويات تبقى مرتفعة، على فكرة ده بيجي بحاجات كتير قوي، الشعور بالأمان، الشعور بالطاقة الإيجابية حوالينا، إنه دايماً لما يكون في إصابات بالشكل ده، أو حتى على فكرة ممكن الاكتئاب بيسبب أو الإحباط الكتير بيسبب أمراض، يعني ممكن تلاقي في مرض عضوي بسببه أصلاً إنه في مرض نفسي شديد أو في إحباطات نفسية شديدة. فازاي احنا نحمي نفسنا بالكلام ده؟ ان احنا يعني مبدئيا ان احنا يعني اي مشكله بتعدي، اي مشكله بتتحل. نعم. انه في
السابورت، الدعم النفسي والمعنوي، انه الناس تبقى قلبها على قلب بعض. على فكره ده ممكن في ناس كتير تسمع الكلام ده، وعلى فكره يعني هو مش كلام تمام. شعار. الواحد اللي ما عندوش سبورت او ما عندوش دعم نفسي ده ممكن ياخد السبورت او الدعم ده من ناس متخصصين، او ممكن من حد في العيله مثلا موجود، او ازاي تفسر الموضوع ده؟ بالظبط بالظبط، هو مش بالضروره يعني، هي يعني مش بالضروره يروح لمتخصصين ودكاتره. ويعني حضرتك ابسط مثال، لو في حد مريض في المستشفى مثلا، واهله واصحابه واصدقائه ومعارفه وزملائه في الشغل دعموه نفسيا، بمعنى انه لا انت هتقاوم المرض، لا ما تخليش حاجه تاثر عليك، ويبقى تمام. فيه مش شرط الكلام طول الوقت عن المرض على فكره، ممكن حتى تمام. يعني احنا لما بنروح مستشفى 57 للاطفال او للمرضى السرطان، احنا بنعمل ايه؟ يعني هو الناس بتعمل ايه؟ وما فيش حد فينا ما تعرضش لمرض تمام صحي تمام او ما تعرضش لمشكله نفسيه. بالضبط. هل في خطوات معينة من الناحية النفسية انه ممكن الانسان يعني يتجاوز فيها الامراض او يتشافى بسرعة؟ خطوات محددة بسيطة؟ انه بص حضرتك، يعني بصرف النظر عن كل الاديان طبعا، الايمان بالله سبحانه وتعالى وبقدره، دي تمام. اول حاجه، علشان بس الرضا بقضاء الله ده يعني بادئ ونعم بدء بالله. كده، علشان انه ما فيش حاجه بتحصل لنا وحشه من عند ربنا، يعني اكيد كله لسبب منها، ودي حاجه مهمه جدا، تكفير ذنوب مثلا. تمام. بنقول انه الواحد لما بيتعرض لازمه صحيه او نفسيه بيجي له شفافيه نفسيه، بيقعد كده مع نفسه يتامل ويراجع نفسه ويشوف وكذا، ويعني ويشوف تاثير الموضوع عليه ده ايه، وبيطلع من الازمه على فكره اقوى من الاول، وعنده يعني نوع كده من الثبات الانفعالي والسلام النفسي اعلى بكتير مما قبل الازمه. تمام. طيب احنا بنمر كل يوم تقريبا في يعني في حياتنا بنمر بعديد من المشاكل، عديد من التحديات، كتير من الضغوط، ودي حاجة بتكون طبيعية بالنسبة لكل الناس. ازاي طبعا ممكن الواحد يبعد التأثير السلبي للمشكلة اللي بيمر فيها؟ عمر ما بيبقى في حاجة حضرتك سلبية 100%، تمام والواحد لازم، مش هقول لك بقى نص الكوباية الفاضي ونص الكوباية المليان والكلام ده، تمام مش هقول لحضرتك كده، بس هو في وقت الأزمة إنه هو بتبقى بتعمي عينينا عن إنه دي هتعدي، مفيش حاجة ما بتعديش، ومفيش حاجة ملهاش حل، المهم إن الواحد يهدى ويشوف هل الموضوع ده يعني ما ينفعش يحله كتلة واحدة أو يعني يعالجه. عملية التعاطي مع المشكلة بتكون يعني تمام. التعامل والتعاطي مع المشكلة بشكل هادي ومنطقي، ودي بالتدريب على فكرة، يعني أنا ما أقدرش أقول لحضرتك إنه هي بتيجي كده باي ديفولت، يعني لأ، طبيعي الواحد لما بتيجي عنده مشكلة بيقفل والستاير بتنزل والدنيا يعني بتبقى معقدة جدا، وبيحس إن هو لا 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 دي مش هتعدي. تمام. لا، هي ما فيش حاجه ما بتعديش، بس فكره ايه، اخدها ازاي، افكر فيها ازاي، لازم اقسمها ولازم ارتبها، وما افكرش فيها وقت ما تحصل، لازم اسيبها شويه كده يوم او اتنين طبعا على قدر حجم المشكله، تمام. وبعدين ابتدي بقى افنطها واقسمها واشوف ده ممكن يعمل ايه. وعلى فكره هتلاقي في حاجات حلول ما ينفعش دلوقتي حالا، تمام. ممكن تتاجل، زي ايه ممكن مثلا؟ تتعدل. نعم؟ يعني زي ايه؟ زي ايه مثلا مشكلة، يعني زي مثلا حد عنده مشكلة فظيعة جدا في الشغل، تمام. والشغل ده بقى حاجة مصيرية في حياتنا، يعني حاجة أساسية جدا، اها. فما ينفعش النهاردة مثلا حالا حالا، مهما كانت الضغوط، مهما كانت العوائق، مهما كانت الإحباطات، إنه حالا حالا يقدم استقالته ويمشي مثلا. مثلا تمام. تمام، بس دي حاجة أنا بقول لحضرتك، أنا بشوف ناس كتير بتتعرض لأزمات نفسية فظيعة بسبب ضغوط الشغل، لأنه مش قادر يكمل، وفي نفس الوقت هو خلاص ما يقدرش، لازم يعني خلاص ما قدموش حل تاني. تمام. ده ما ينفعش إن هو يحل المشكلة بإن هو يروح يقدم استقالته ويمشي ويقعد في البيت. تمام؟ تمام. بس هقول لحضرتك ان هو هيمشي بارللي، ان هو يبتدي يشوف حاجة تانية، يدور على حاجة تانية، خلاص يشيل الموضوع من دماغه ويهدى تماما، ويتعامل مع المشاكل اللي بتحصل له في مكان عمله او من مديره او من زملائه
بهدوء نفسي شديد وسيطرة نفسية شديدة علشان هو ما يتعرضش لأزمة نفسية مش عشان حاجة، تمام. ويبتدي يأجل الحل ده لغاية ما يبتدي يدور على شغل تاني أو يشوف حاجة تانية أو كذا. أو مثلا هتلاقي مشكلة تانية إنه أهل مثلا أو أم عندها مشكلة مع ابنها مثلا التينيجر أو بنتها المراهقة. تمام. التعامل مع المشاكل في الوقت ده في السن ده بتسبب ضغط نفسي وعصبي شديد جدا على الأهل، نتيجة طبعا إن هما بيبقوا خايفين وقلقانين ومش عارفين يتعاملوا في جاك وحاسين إن الدنيا مش يعني تمام. خليني بس مش سهلة. يعني بس يعني عندي بس يعني استفسار بسيط برضو، وهطلع من موضوع الأمور النفسية شوية وهخش على موضوع المدارس والأطفال، خصوصا في موضوع الأمراض الموسمية الحساسية، الإنفلونزا، البرد. النهاردة أنا سمعت إنه حتى الأطفال بيتبادلوا الماسكات فيما بينهم، وده ممكن يعني يسبب في نقل العدوى أكتر، وخصوصا في حال فيروس كورونا. طيب أي هي ممكن إجراءات الوقاية بالنسبة لأطفالنا عشان ننبه العوائل أو العائلات اللي في البيت إزاي يعني يتعاملوا معاها؟ هو طبعا دور الأسرة ودور المدرسة ده أساسي في الحالة دي، تمام. لأن دول أطفال في النهاية، وحتى على فكرة هتلاقي كبار ما عندهمش الوعي الكافي بالنظافة الشخصية والهايجين، وإنه إزاي الواحد في يعني يبقى حريص جدا في تمام. التعامل مع التلامس مع الأشياء أو النفس أو الكلام ده. فطبعا لازم تتعمل يعني زي 10 دقايق كده يوميا بشكل دوري على مدار الأيام دي من المدرسة، مدرسين، إدارة مدرسة، علشان توعية الأطفال. وأنا شايفة إن توعية الأهل كمان ضرورية، تمام. بمعنى إن إحنا مش لازم نجيبهم ونقعدهم ونضيع يوم ونضيع وقت وكذا. إحنا ممكن حتى في رسالة في خطاب يتبع ويتبعت حتى كصورة للأهالي على أرقام تليفوناتها، مسجات ايا كان، انه بس توصل بشكل بوينتس يعني من غير دخول في تفاصيل كتير، لان هي مش محتاجه تفاصيل. هي المحافظه على النظافه الشخصيه، تمام. ان عدم التلامس، عدم الاختلاط الشديد في الاماكن المزدحمه، ويبقى فيه، واحنا لازم عندنا الوعي ده، لازم يبقى فيه التهويه مستمره، لازم تبقى فيه غسل الايدين بشكل، معلش خلينا نبقى بشكل هستيري الايام دي. يعني كل ما الاطفال يخرجوا بريك لازم قبل ما يدخلوا الكلاسز يغسلوا ايديهم، بعد قبل ما يروحوا يغسلوا ايديهم، اول ما يروحوا البيت يغسلوا ايديهم. تمام. ودي توعية لازم تكون من المدرسة ومن البيت وللي في البيت كمان، يعني ده كدوري كأنا تربوية أو كمؤسسة تعليمية بحافظ، بحاول على قدر الإمكان إن أنا أحافظ. طبعا أنبه إنه أي حد يحس بأعراض برد، عطس، كحة، حتى لو من غير حرارة، معلش يعني نخلينا في البيت نشوف بس في حرارة في كذا لا سمح الله، نتأكد انه ده دور عادي ما فيهوش مشاكل، لانه المناعة بتختلف من حد للتاني. يعني ممكن يبقى حد ما عندوش الكلام ده، وده طبعا الأطباء هم يعني يفصلوا فيه اكتر، لكن ليه أعرض يعني حد لموقف زي ده؟ لا، خلينا في البيت 48 ساعة فترة انه احتضان اي او يعني انه يبان اي اعراض اي حاجة، ونكمل الحياة عادي. يعني تمام. مش طيب هنحرمهم من اللعب ومن البريك ومن كل حاجة، بس لازم نبقى فوق دماغهم طول الوقت. طيب تمام تمام عشان قبل ما اختم معاكي المكالمه التليفونيه الرائعه دي طبعا، وانا استفدت شخصيا من النصائح دي، احب بس اسالك سؤال اخير دكتوره فاتن شاهين. يعني يعني ازاي ممكن نحافظ على الطاقه الايجابيه اللي عندنا موجوده، ونتجاوز الحاجات السلبيه اللي في حياتنا بنصائح بسيطه بس عشان نفيد يومنا بتفاؤل اكبر؟ يعني باختصار شديد، مش ضروري انه لما اكون عندي مشكله وحاسه بازمه وان انا متضايقه، يعني المفروض الموضوع ما ياخدش مني اكتر من 15 دقايق، علشان انه انا هقول انه ده 1 2 3 عندي فيهم مشكله، بس انا هنسى، يعني هحاول ان انا افصل وانسى الموضوع واهدى خالص وابص في مكان مفتوح
يعني ابص الحياه، يعني لو انا قاعده في مكتب اطلع من المكتب، لو انا قاعده في اوضه اطلع من الاوضه، لو قاعده في بيت اخرج من البيت، لازم انا ابص سمعت بالافق. انه يعني بعد يعني ما يكون حد عنده مشكلة او تحدي معين او ضغط نفسي، المشي بيكون مفيد جدا. ايه رأيك في الكلام ده؟ بالظبط، لو التعرض فعلا للهواء الخارجي والمشي باي شكل، يعني حتى لو ما فيش مجال، لانه احنا عندنا طبعا في اماكن كتير يعني ما بتبقاش مناسبه لانه يعني تمشي مسافات او كده، فبس هنقول انك حتى لو يعني تمشي رايح جاي كده 10 دقائق ربع ساعه وتتنفس، يعني التنفس يبقى بشكل منتظم، يعني بتتنفس وتعد 10 مرات زفير، يعني شهيق وزفير، الموضوع ده فعلا بيفرق وبيشتغل على الاقل في انه حضرتك يعني ايه الواحد يهدى نفسيا شويه، ما يبقاش غضبان متعصب مضغوط. دي اول حاجه بتحصل. ثانيا بنشوف بجد بجد بنشوف ايه النعم الاخرى اللي ربنا بيديها لنا، نبص لاولادنا هنفرح، هتبص لعيله او اسره، او ان احنا بصحه كويسه او ماشيين على رجلينا او كذا، هو ده فعليا اللي بيحصل، لانه هو في نعم كتير قوي احنا بنسيبها خالص وما بنبصلهاش وقت حدوث المشكله، وبنحس ان احنا خلاص ده كده اخر الدنيا، فهي ما فيش اخر، هو كل حاجه بتبقى عنيفه شويه في ساعتها وبتبقى متعبه وقاسيه، لكن لما بنبص في زوايا اخرى لا بتبتدي المشكلة دي أو الموضوع ده بيبتدي شوية يبقى في حجمه، مش هقول إن هو يصغر بس هديله حجمه المظبوط وهعرف أتعامل مع زواياه بشكل مختلف. تمام دكتورة فاتن شاهين، أنا استمتعت جدا شخصيا بالكلام مع حضرتك، واديتيني طاقة إيجابية وهدوء نفسي جميل جدا. بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة. مرسي مرسي لك، مرسي، شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، طبعا بعد ما خلصنا المكالمه التليفونيه مع الدكتوره فاتن شاهين، يعني عندنا حاجات سلبيه كتير في حياتنا وعندنا مشاكل وعندنا ضغوط، بس مش هي اللي هتتغلب علينا، احنا هنتغلب عليها. هنتكلم في فقره الابراج النهارده عن اكثر الاعضاء المعرضه للامراض عند مواليد كل برج، اكيد، وحسنا اتصالاتكم واستفساراتكم في الفقره الثانيه. وهنتكلم برضو عن التاثيرات السلبيه للصحه والحاله النفسيه لمواليد كل برج. مستني كل مكالماتكم بعد هذا الفاصل، استنونا. هذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وفقرة الأبراج الفلكية، مستني كل اتصالاتكم وتواصلكم واستفساراتكم وأسئلتكم وتعليقاتكم على صفحة البرنامج أولا، حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وعلى أرقام الهواتف اللي هتظهر أمامكم أسفل الشاشة. مستني كل مكالماتكم وبرد على كل أسئلتكم فيما يخص الأبراج. بس قبل ما ابتدي أرد على المكالمات، حابب أنوه على نقطة مهمة، اللي هي إيه الأعضاء المعرضة للأمراض عند مواليد كل برج. هنبتدي من مواليد برج الحمل الناري. الأعضاء المعرضة للأمراض هي منطقة الرأس، الصداع، والعينين. برج الثور الترابي، منطقة الفقرات العنقية والأنف والأذن والحنجرة. برج الجوزاء، الهوائي، الأكتاف والذراع والجهاز التنفسي. برج السرطان، المائي، الجهاز الهضمي والقولون والمعدة والكبد. برج الأسد الناري، أسفل الظهر والكلى والدورة الدموية والقلب. برج العذراء الترابي، الجلد والحساسيات الصدرية ويعني الرئة. برج الميزان، الهوائي، الرجل والأقدام وكمان الحساسيات الصدرية. برج العقرب المائي، الغدد في مختلف أنحاء الجسم. برج القوس الناري، منطقة الفخذ من الرجل. وبرج الجدي الترابي، الركبة والكوع والأسنان والجلد. برج الدلو الهوائي، أسفل الساق. وبرج الحوت المائي،
القدم. مستني كل اتصالاتكم واستفساراتكم على فقرة الأبراج، وأكيد هرد عليها، بس أكيد اتابعوا صفحة البرنامج طارق حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وأنا برضو برد على كل أسئلتكم واستفساراتكم هناك مباشرة على الماسنجر الخاص بالصفحة. مستني كل مكالماتكم واتصالاتكم على أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، وهرد على أسئلتكم فيما يخص مواليد أبراجكم والتواريخ الميلاد. 2020 السنة دي الرقم ده اللي هو 2200 ده مجموعه 4، والكوكب الحاكم للسنة دي هو كوكب أورانوس، كوكب التغييرات المفاجئة والثورات التقنية وكوكب المفاجآت. وأكيد ابتدت السنة معانا مفاجآت كتير في حياتنا على الصعيد الشخصي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد السياسي الثقافي الفني. طبعا الرقم ده هو رقم يعني مهم جدا، ولما احنا يعني عندنا قرارات مهمة هناخدها في حياتنا هيلعب الرقم ده دور مهم في السنة دي. يعني اي يوم اللي هو يوم 4 في الشهر او 13 في الشهر او 22 من الشهر او 31 من الشهر ده هيكون ايام مناسبة جدا لاتخاذ قرارات مصيرية. اعتقد معايا اتصال منى من البحيرة. صباح الخير يا منى. ايوه لو سمحت يا دكتور. ايوه يا دكتور اتفضلي اتفضلي انت على الهواء. اتفضلي سمحت حضرتك، انا مواليد 10/12 تمام 59 تمام، بس عندي مشاكل كتيره وعايزه نعرف من كل الـ يعني الـ الابراج من كل النواحي يعني. ان شاء الله من كل النواحي. ان شاء الله. ميرسي يا منى. ميرسي. أيوة. منى من البحيره بتسال عن تاريخ ميلاد 10/12/1959 اعتقد حسب ما سمعت، من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية. هنا أرقام الحظ هتلعب دور مهم في حياتك اللي هي رقم 1 و3 ورقم 7. مواليد برج القوس الناري كانت عندهم مشاكل صحيح في الفترة اللي فاتت، وخصوصا على الصعيد العائلي مع الأزواج والزوجات، على صعيد الشراكة العاطفية، وأيضا عندهم تحديات في العمل. تقريبا يعني هتبتدي عندهم يعني فترة مناسبة جدا لاتخاذ قرارات مصيرية، ممكن تكون الفترة دي ما بين 21/3 و20/4 اللي جاي، وممكن تكون برضو ما بين 21/5 و20/6 اللي جاي. برج القوس الناري برج محب للسفر والتنقل والترحال، محب للفلسفة واللاهوت والأمور الدينية، محب للحاجات الصوفية، بيحب يجرب الأكل ومطابخ العالمية، بيحب السفر، بيحب التعرف على ثقافات جديدة. هو يعني مولود أيضا كريم مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، خدوم جدا. أبرز عيوبه أنه بيشكي كتير وبيعند كتير وبيتعصب كتير بس قلبه طيب. معايا اتصال آخر أعتقد، من الأسف انقطع الاتصال. تمام، عندنا برضو يعني مولود برج القوس أكثر الأبراج اللي ممكن يتوافق معاها هي الأبراج النارية اللي هي الأسد والحمل، والأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والميزان والدلو. وعندي اتصال أم عبد الله من سوهاج. تفضلي أم عبد الله. صباح الخير. صباح النور يا أستاذ. تفضلي. لو سمحت برج جوزي 20/4 تمام، وانا 10/12. اي سنة ومعايا؟ نعم. اي سنة؟ 20/4 اي سنة؟ 20/4 1995. تمام. وحضرتك؟ وانا 10/12/1998. تمام. في سؤال ومعايا اخت برضو عايزة برضو. تفضلي تفضلي تفضلي. جوزها 30/5/1998 برضو. تمام. وهي 30/5/30/6. أي سنة؟ 1998. تمام ماشي ماشي. شكرا جزيلا يا أم عبد الله من سوهاج. أربع تواريخ ميلاد حتة واحدة، هناخدهم واحد واحد. 20/4/1995 من مواليد برج الثور الترابي الفترة الأولى، أو مواليد برج الحمل الناري برضو الفترة الأولى والتور الترابي الفترة الأخيرة. الشخصية دي شخصية حساسة جدا، بتعند كتير في الحياة، عنادية جدا، وشخصية مصممة عندها قدرة عالية على التصميم، وشخصية طموحة جدا. 10/12 من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 1 و3. شخصية قيادية، بتكون محبة للأضواء والشهرة، وكريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية. التوافق ما بينكم بيكون ناجح بنسبة 65
ل70%. 30/5/1998 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الأولى، وأرقام الحظ هنا هتكون 3 و5. مولود التاريخ ده بيكون شخصية يعني محبة للحياة الاجتماعية، بيحب الكلام الكتير، بيحب النقاش الكتير، بيحب السفر برضو. عندي 30/6/1999 من مواليد برج السرطان المائي الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 2 و3 و7. بتكون شخصية حساسة رومانسية جدا، محبة للخيال، متعلقة بالماضي ومتعلقة بالعيلة بشكل كبير. عندي أعتقد اتصال. ياسين، ياسمين عفوا، ياسمين تفضلي. ياسمين صباح الخير. ياسمين تفضلي. صباح الخير. أهلا وسهلا. صوت لو سمحتي شوية أعلى، لو سمحتي صوت شوية أعلى. أعلى. أيوه حاضر. مرسي. لو سمحت انا عايز اعرف يعني التوافق بيني وبين جوزي. انا برج الحمل وهو الاسد. الحمل والاسد، تمام. التواريخ ايه بقى؟ 3 و25/3. انا تمام. والاسد 1906. الاسد كام؟ 1906. مسامع العفو، ممكن صوت شويه على لو سمحتي. 96 حضرتك. لا 96 ده حضرتك 25. تمام. والاسد؟ والاسد 78. تمام، بس مش عارفه بصراحه. يعني عارفه ان هو اسد بس مش عارفه تاريخ ميلاده. تمام. وعايز تعرف التوافق؟ عايز اعرف التوافق ويعني الحياه. طب كنت تعرف تاريخ ميلاده الاول يعني عشان تعرف التوافق. طيب ماشي، مرسي مرسي ياسمين، مرسي. حاول لك حالا. الحمل 1996/25/3 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و7 و9. وتكون شخصية عندك حدث، بتحسي بالأشياء قبل ما تحدث، بتحلمي فيها، عندك أحلام، عندك حاجات معينة يعني غريبة في بعض الأحيان، وتوقعاتك بتطلع صحيحة. كمان بتكوني شخصية كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، وشخصية عندك قدرة عالية على التصميم، وشخصية قيادية. مولود برج الأسد الناري بصورة عامة، بصورة عامة يعني من غير تاريخ ميلاد هيكون صعب شوية يعني الشرح بتاع الشخصية بتاعته، بس هو بيكون شخصية نبيلة جدا في أخلاقه، بيكون شخصية كريمة جدا مع الناس، مندفع، عصبي جدا، بيحب التظاهر في بعض الأحيان، ديكتاتوري في بعض الأحيان، بس برضه بيكون شخصية قيادية من الطراز الأول. التوافق ما بين الحمل والأسد من الناحية العاطفية بيكون توافق ناجح جدا، بشرط التخلي عن القيادة لأحد الطرفين، يعني واحد لازم يكون فيكم هو القائد. عندي اتصال اخر. محمد تفضل. يا محمد لو سمحت انا عايز اسال على مواليد القوس. القوس اي تاريخ لو سمحت؟ 24/11/93. 93. عندك سؤال محدد يا محمد ولا معلومات عامه حبيبي؟ معلومات عامه. ماشي يا محمد، مرسي اتصالك. 24/11/1993 من مواليد برج القوس الناري الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و6. أنت شخصية عندك ميول فنية، بتحب الحاجات الفنية، بتحب الرسم، بتحب المزيكا، بتحب الإضاءة، بتحب التصوير، وكمان شخصية عندك عناد، بتعند كتير برضو. شخصية رومانسية وعاطفية جدا، محبة للأسرة، محبة للماضي وللذكريات، ومحبة للمزيكا بشكل خاص. كمان عندك بتحب السفر والتنقل والترحال، وشخصية كريمة مع الناس جدا. وكمان عندك ان شاء الله فرص كويسة على صعيد العمل والامور المادية ان شاء الله، ما بين 21/3 و24/4 اللي جاي، وما بين 21/5 و26/6 اللي جاي. في عندنا اتصال اخر. هنا، يا هنا صباح الخير. صباح النور. تفضلي يا هنا، انت على الهواء. عايزة اعرف مواصفات برج الجوزاء. الجوزاء طبعا، الجوزاء اي التاريخ ايه لو سمحتي؟ 25/5، بس انا مش عارفه سنه كام. 25/5، مش عارفه سنه كام. طيب يا هنا، مرسي اتصالك عزيزتي، الف شكر. 25/5 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفتره الاولى، وهنا ارقام الحظ هتكون 5 و7. هتكون شخصيه ممتلكه للحدث، شخصيه احلامها بتتحقق كتير،
وساعات بتسمع اصوات وبتشوف الاشخاص بعد كده، والاحلام دايما بتحقق بعد فتره قليله جدا. ايضا بتكون شخصيه محبه للحياه الاجتماعيه، وشخصيه برضو ذكيه جدا ومحلله للامور. ومن عيوب هالشخصيه دي تكون عصبيه جدا ومنفعله بشكل كبير. عندكم فرص كويسه ان شاء الله السنه دي، خصوصا في شهر 6 من السنه دي وفي شهر 8. عندي اتصال اخر، احمد. تفضل يا احمد. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. تفضل حبيبي، تفضل يا احمد. لو ممكن شوي توطي صوت التلفزيون وتسمعني من خلال التليفون عشان ما يحصلش ديلي. ميرسي، تفضل. ماشي. تاريخ الميلاد بعد اذنك 25/7. تمام. 84. 94. 84. تمام. 94. تمام يا احمد. عندك سؤال محدد ولا معلومات عامه عزيزي؟ لا، معلومات عامه. وفي تاريخ ميلاد ثاني؟ اتفضل. 12/11/88 برضه. 88؟ تمام. تمام. برضه معلومات عامه. ميرسي يا احمد على اتصالك. 25/7/94 من مواليد برج الأسد الناري الفترة الأولى. أرقام الحظ هنا حتكون 1 و3 و7، وحتكون شخصية قيادية جدا، مندفعة في الحياة، عصبية، كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، وتكون شخصية برضو محبة للأضواء، محبة للشهرة، وعندها حدث بتحلم بالأشياء وبتتحقق. 12/11/1988 من مواليد برج العقرب المائي الفترة الثالثة والأخيرة، وأرقام الحظ هنا حتكون 3 و9. تكون شخصية محبة للانتقام شوية، شخصية غامضة، وشخصية عندها قدرة عالية على التصميم، وشخصية محبة للعيلة والأطفال بشكل خاص. عندهم فرص كويسة إن شاء الله السنة دي في شهر 7 من السنة دي وفي شهر 10. عندي اتصال آخر أعتقد. نجوى، تفضلي يا نجوى. صباح الخير. تفضلي يا عزيزتي. عايزة أنا 24/9. 24 ثواني بس، ثواني. الواحدة واحدة. 24 أي سنة؟ 63. 93. 60. تمام. وجوزي 21/8. 61. تمام. معلومات عامة ولا سؤال محدد؟ عايز أعرف شخصيتي يعني، وبينه اتفاق بينه وبينه يعني. تمام، ماشي يا نجوى، ميرسي لاتصالك. 24/9/93 من مواليد برج الميزان الهوائي الفترة الأولى. أرقام الحظ هنا حتكون 6 مكرر. شخصية رومانسية جدا، عاطفية جدا، محبة للفن، محبة للحاجات الفنية. برضو عندك بتكوني بتعندي كتير ومترددة ومتقلبة في اتخاذ القرارات. 21/8/1961 من مواليد برج الأسد الناري الفترة الثالثة والأخيرة. أرقام الحظ هنا هتكون 1 و3. بيكون قريب شوية من مولود برج العذراء التراب، يعني يكون شخصية أسد بس محب للانتقاد، بيتذمر شوية، بيشكي كتير، وكمان كريم مع ناس من الناحية المادية والعاطفية. التوافق مبدئيا ما بين الأسد والميزان هو توافق ناجح جدا بنسبة 80%. الميزان شوية يقلل من العناد والتردد في اتخاذ القرارات، والأسد يقلل من التحكم والسيطرة، وبكده تمشي الحياة 100/10. اتصال آخر، مي. تفضلي يا مي. أيوه ألو. تفضلي مي. تاريخ ميلادي 11/1/77. 11/1/77. 77، نعم. وبنتي 30/6. تمام. 2001. 2001، تمام. في سؤال محدد ولا معلومات عامة؟ تفضلي، تفضلي. لا، بنتي عايزة العاطفة والعمل. تمام، وحضرتك؟ معلومات عامة. تمام. ميرسي، ميرسي يا مي، ميرسي. عندنا 11/1/1977 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثالثة هنا. أرقام الحظ هتكون 2 و8. أنت شخصية حساسة جدا، وشخصية برضو يعني شفتي تعب كتير في حياتك، متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتك، ما بتحصليش على حاجات بسهولة إلا بعد جهد كبير. كمان بتكوني شخصية عندك قدرة عالية على التصميم، وبتحب الشغل ومنتجة بصورة عامة. عندك فرص كويسة إن شاء الله السنة دي. هي بيقولوا برضو إنه هي هتكون سنة برج الجدي، خصوصا في شهر الثالث من السنة دي والشهر الخامس والشهر التاسع. عندنا 30/6/2001 من مواليد برج السرطان
المائي الفترة الأولى، وأرقام الحظ هنا هتكون 2 و3 و7. شخصية حساسة جدا، برضو رومانسية جدا، متعلقة بك بشكل كبير، متعلقة بالأمور العائلية والمنزلية، بتحب الذكريات، بس هي عندها تردد كبير في اتخاذ القرارات. عندها فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعاطفة في نهاية شهر 2 وبداية شهر 3. عندي اتصال آخر، حمدي من البحيرة، تفضل يا حمدي. وعليكم السلام، تفضل حبيبي. قادر بس مواليد والله 25/2/82. تمام، عندك سؤال محدد ولا معلومات عامة يا حمدي؟ معلومات عامة، ما رقم تاني والله سمحت. تمام. 16/9. 16/9. ألف وتسعمائة وواحد وتسعين. مرسي لصالك يا حمدي. 25/2/1982 يا حمدي، انت من مواليد برج الحوت المائي الفترة الاولى، وارقام الحظ عندك هنا هتكون 3 و7. انت شخصية حساسة جدا، عاطفية جدا، رومانسية جدا، بس برضو بتعند كتير، وعندك حالة الانزواء والاختفاء من الناس لما بتزعل. كمان عندك هنا 16/9/1991 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الثالثة والاخيرة، ارقام الحظ هنا هتكون عندنا 1 و5 و7. تكون شخصية منتقدة كتير، وشخصية بتحب الشغل، وشخصية منظمة ودقيقة جدا. بالنسبة للحوت عندك فرص كويسة إن شاء الله يوم يعني عندك في شهر 3 عندك فرص كويسة، وبالنسبة للعذراء عندهم فرص كويسة إن شاء الله في شهر 7. عندي اتصال آخر، إيمي. صباح الخير يا إيمي، تفضلي. صباح النور. تفضلي عزيزي، تفضلي. صباح الخير يا إيمي، تفضلي. الو، اتفضلي. عايز اعرف مواليدي كام. ممكن شويه توطي صوت التلفزيون تسمعيني من خلال التليفون عشان اسمعك بوضوح. ميرسي، اتفضلي. اتفضلي. ممكن تاريخ الميلاد؟ ايوه اتفضلي. 2001. مش سامع بوضوح، ممكن شويه علي صوتك لو سمحتي. مش سامع بوضوح للاسف، للاسف يا ايمي، للاسف. مرسي، مع الاسف ايمي سامح. عندنا اميره، صباح الخير يا اميره. ممكن شريك؟ اتفضلي يا اميره. ممكن اعرف 22/3/89؟ 22/3/89. عندك سؤال محدد ولا معلومات عامه؟ كل حاجه، حياتي كلها مش كويسه. ليه بس كده؟ ليه؟ ليه؟ على صعيد العمل ولا العاطفه ولا ايه؟ ليش يعني كل حاجه؟ كل حاجه. تمام، ميرسي، ميرسي اتصالك. طيب 22/3/1989 من مواليد برج الحمل الناري الفتره الاولى، ارقام الحظ انها هتكون 3 و4 و9. برج الحمل الناري عنده شويه تحديات على الصعيد العاطفي والزوجي في البيت والعيله، ابتدت معاه تقريبا من حوالي 4 5 شهور، ومستمره معاه تقريبا وللاسف لغايه النص الاول من السنة دي لغاية شهر 5. عندكم فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعمل وبالنسبة للعاطفة إن شاء الله في شهر 8 وفي شهر 10. عندي اتصال آخر، إيمي، عودة الاتصال تاني، تفضلي يا إيمي. 10/12/2024. الصوت مش واضح، حاولي تكلمينا تاني يا ايمي. شكرا لاتصالك، ومع ذلك هاخد التاريخ ده 10/12، مش عارف السنه ايه بس هرد عليك. 10/12 من مواليد برج القوس الناري الفتره الثانيه، ارقام الحظ هنا هتكون 1 و3، وتكون شخصيه مندفعه في الحياه، شخصيه كريمه جدا مع الناس من الناحيه الماديه والعاطفيه، محبه للسفر، وعندهم فرص كويسه ان شاء الله في شهر 6 وشهر 8 من السنه دي. معايا اتصال اخر اعتقد، ام عمار. تفضلي يا ام عمار، صباح الخير. يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون عشان اسمع تاريخ الميلاد بوضوح، ومرسي. ماشي، معاكم معمار من البحيره. اهلا وسهلا بيك يا معمار، اتفضلي. رقم تاريخ ميلادي 21/9/86. تمام. وتاريخ ميلاد جوزي 10/3/79. تمام. بالله عليك جوزي الحاله الماديه بايظه خالص معاه في الشغل. 10/3/79 الحاله الماديه جوزي. تمام. وحضرتك؟
الحالة المادية عاملة معاها ايه؟ 29/9/86. الحالة المادية معاك ازاي عاملة؟ الحمد لله انا ست بيت ومعايا 5 اولاد. الحمد لله. الحمد لله يا ربي، ربي يزيد ويبارك يا رب. ميرسي صالح يا ام عمار. حاضر حاضر حاضر. من الاثنين 21/9/1986 من مواليد برج الميزان الهوائي، عفوا العذراء الترابي، الفتره الثالثه والاخيره، ارقام الحظ 3 و5. شخصيه دقيقه جدا وشخصيه شغوله جدا، بتحب الشغل وشخصيه مسؤوله جدا. 10/3/79 من مواليد برج الحوت المائي، الفترة الثانية، أرقام الحظ 1 و2 و3 و7. شخصية قيادية جدا، شخصية عندهم ضغوط شوية في ناحية العمل، إن شاء الله الضغوط دي هتكون في الفترة دي بس، هي ابتدت معاها من حوالي 4 أو 5 أسابيع، هتستمر معاها لغاية نهاية الشهر ده إن شاء الله. على شهر الثلاثة هتكون الأمور أكثر انفراجا وأكثر إيجابية معاها من ناحية العمل، بس يبطل شوية إنه حتة العناد المبالغ فيه في بعض الأحيان، وإن هو يعني متمسك برأيه أكثر من اللازم. ميرسي اتصالك يا ام عمار. في اتصال اخر، رشا. صباح الخير يا رشا. صباح النور. اتفضلي يا عزيزتي. حضرتك 1/6/1986. تمام. وجوزي 13/10. تمام. 76. تمام. وابني 29/6/2019. تمام. ميرسي اتصالك يا رشا. 1/6/1986 من مواليد برج الجوزاء الهوائي، الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون عندك 1 و5. تكوني شخصية قيادية جدا، شخصية محبة للحياة الاجتماعية، محبة للظهور، وشخصية كمان مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، وذكية جدا ومحللة للأمور. من أبرز عيوبك العصبية المبالغ فيها في بعض الأحيان. 13/10/1976 من مواليد برج الميزان الهوائي، الفترة الثالثة، أرقام الحظ هنا هتكون 4 و6، وتكون شخصية برضو عصبية جدا ومنفعلة كتير، وشخصية عنادية، لكن أيضا هتكون شخصية مترددة في اتخاذ القرارات شوية. عندهم إن شاء الله فرص كويسة من ناحية العمل والأمور المادية إن شاء الله في شهر الثلاثة وفي شهر الستة وفي شهر الثمانية. 29/6/2019 المولود ده من مواليد برج السرطان المائي، الفترة الأولى عفوا، أرقام الحظ هنا هتكون 2 و7. هيكون ان شاء الله شخصية يعني عاطفية رومانسية متعلق بك كتير، هيكون شخصية برضو متعلق بالماضي والذكريات، هيكون شخصية عنادية برضو ومتردة ومتقلبة في اتخاذ القرارات. عندي اتصال اخر، لطيف. تفضل يا لطيف. لطيف جيم شريف يا فندم، مواليد 86/1/23/1/86. انا بقول 86 واحد ازاي بقت؟ عندك سؤال محدد ولا معلومات؟ معلش، عندك سؤال محدد ولا معلومات عامة عزيزي؟ الحالة المادية واشوف ظروفي كده هتتحسن ولا لا. الحالة المادية تمام. ميرسي اتصالك يا لطيف. 23/1/1986 من مواليد برج الدلو الهوائي، الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون عندك 5 و4 و8. هتكون شخصية يعني غريبة الأطوار شوية، عندك مفاجآت كتير قوي في الحياة، أمورك المادية وأمور الشغل بصورة عامة يعني كانت تعبانة شوية في سنة 2018 و2019، إن شاء الله السنة دي هتكون عندك فرص كويسة جدا، بس أحسن أنواع الفرص دي على الصعيد المادي والشغل هيكون بعد النص الثاني من السنة، يعني بعد شهر 6 وعندك في شهر 8 وفي شهر 10 برضو. عندي اتصال آخر، حسناء. صباح الخير يا حسناء. الو، صباح الخير يا حسناء. صباح النور. اتفضلي عزيزتي، انت على الهواء. اتفضلي، سامعك. عايزه اعرف تاريخ 1/1/2000. تمام. وتاريخ 24/2/2003. ماشي ماشي يا حسناء. وعايز اعرف يعني ايه التوافق بيناتهم وكده. حاضر، من عيني الاثنين. ماشي يا حسناء، ميرسي اتصالك. 1/1/2000 من مواليد برج الجدي الترابي، الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 1 و8. هتكون شخصية قيادية جدا، شخصية برضو متحملة المسؤولية، بس شخصية برضو كمان بتكون عنيدة جدا. 24/2/2003 من مواليد برج الحوت المائي، الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و6 و7. تكون شخصية فنانة جدا، محبة للأمور الفنية، التصوير
التصوير الإضاءة بصورة خاصة، وكمان تكون شخصية عنيدة جدا. التوافق ما بين الجدي والحوت توافق ناجح جدا بنسبة 80% إن شاء الله، وعندكم فرص كويسة يعني إن شاء الله في شهر 5 من السنة دي وفي شهر 7 من السنة دي. معايا اتصال آخر، استفسار 5498 بصورة عامة. تمام، 5/4 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 5 و9. الشخصية دي شخصية عصبية جدا، بتنرفز بسرعة، بتنفعل بسرعة، بس قلبها طيب قوي. وكمان الشخصية دي كريمة مع ناس من ناحية المادية والعاطفية، بتصرف فلوس كتير، ما بتعرفش تحوش فلوس. عندها الشخصية دي برضو عندها إن شاء الله فرص كويسة على صعيد العمل والأمور العاطفية والأمور المادية بعد 21/3 من السنة دي إن شاء الله، من 21/3 لغاية 20/4، وكمان إن شاء الله من 21/5 لغاية 20/6. عندي اتصال من ياسر. صباح الخير يا ياسر. صباح النور يا فندم. تفضل حبيبي. تفضل ياسر، تعال الهوا. عايز اعرف برج 1/10 وبرج من اسمي. برج 1/10 اي سنه لو سمحت؟ 94 1994. 94، وفي تاريخ تاني؟ وبرج من اسمي بالله عليك. برج ايه عفوا؟ تمام، مرسي اتصالك يا ياسر، مرسي، شكرا لاتصالك حبيبي. 1/10/1994 من مواليد برج الميزان الهوائي الفترة الثانية، هنا حتكون أرقام الحظ عندك 1 و6. حتكون شخصية قيادية جدا، محبة للأضواء، محبة للشهرة، شخصية برضو محبة للأمور الفنية بشكل كبير، الرسم، الطبخ، الحاجات المزيكا. عندك برضو بتكون شخصية مترددة في اتخاذ القرارات بشكل كبير، ومتقلبة أيضا من ناحية المزاج. الميزان بقاله 4-5 سنين أموره كده خط بياني طالع نازل، مش مستقر. السنة دي إن شاء الله هيكون عنده فيه استقرار على الصعيد المادي والمشاريع، ان شاء الله هتكون دي يعني عنده مشاريع هتكون كويسة جدا في الشهر الرابع من السنة دي وفي الشهر الثالث من السنة دي. في عندنا اتصال اخر، مع الاسف مفيش اتصال، وكمان وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. مشاهدينا الكرام، تابعوا صفحة البرنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، حرض بنفسي على اسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لكم، وحشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي، ومع الف سلامة.